اشتغلت وخلصت. السلام عليكم. السلام عليكم. هاي المنطقة شو اسمها الحين فيها؟ هاي حي المامون. رجعت الحياة الطبيعية هنا؟ والله الحمد لله، بس عندنا المية شوية. شلون؟ المية شوية عندنا قليل المية. المية بس المية. كهرباء شهر على اساس يدفعون لنا شهر المي الكهرباء، والمي عندنا ما شويه قليل. شلون ندبرها بدون مي؟ التناكر يجونا شيء قليل بس، يعني يجونا التناكر بس يعني مو زين، يعني بس مو ذاك. كل جهه تجي التناكر؟ والله كل اسبوع كل خمس. يجي ينطون على كل بيت، يجي ينطون تانكي من هذا. هاي حي المامون. رجعت الحياة طبيعية؟ والله حياة طبيعية والحمد لله، بس عندنا شغلة واحدة، شغلة المية بس، يعني يعني كان عاني منها كثير يعني هاي الشغلة. السلام عليكم. السلام على هلا هلا مرحبا كل هلا بأخويا. هاي المنطقة شو اسمها اللي احنا فيها؟ هاي حي المامون. رجعت الحياة الطبيعية؟ الحمد لله والشكر، الحياة الطبيعية والأمور زينة والحمد لله والشكر، بس شوية تقصير المي شوية بس، والأمور عادية والحمد لله بخير ورحمة رحمة. زين شلون الناس ده تجي تتبضع من يومكم؟ اي نعم، اكو سوق موجود وشراء وسوق موجود والأسعار زينة؟ اي بس يفتحوا لنا هم الطريق شوية بالسيارات واحنا زين. شوف هي الدارة ايش محتاجين هنا انتم؟ شو طالبون؟ والله الماي والخدمات والشوارع بعدها يعني مطالب بيها داج عليها الشد. مدارس فتحت هنا؟ لا ما اخوي مدارس وايد. حي المامون. رجعت ان شاء الله الحياه طبيعيه هنا؟ والله الحمد لله هي زينه. ايش محتاجين انتم هنا؟ شو طالبون؟ والله بس الماي، كهرباء، المساعدات يعني ما جدا قليلة الحين. المدارس عاد المدارس عاد تفتح شوي شوي. يعني تكرم حتى المغاسل هذه كلها نظفناها ما عاشت ليكم والله. نطالب بتوفير الخدمات الأساسية، الماء والكهرباء وفتح الطرق. مدير مدرسة. نعم نعم نعم، أنا عبد الله عبد الله مدير مدرسة الشهيد نافع داود في منطقة حي المأمون. داومت بالمدرسة؟ بدأت الكوادر المدرسة بالدوام منذ الأحد الماضي، وقمنا بتنظيف وتهيئة المدرسة لاستقبال الطلاب. ننتظر أوامر التربية باستقبال الطلاب وبدء الدوام العام الدراسي الجديد. يعني خلال ايش قد يداومون الطلاب؟ والله خلال الأيام القادمة. يعني كملنا السجلات وهيئنا مستلزمات المدرسة بصورة كاملة وصفوف الرحلات، ويمكن أن تصورها. المسؤولين ما حد زار هاي المنطقة؟ ما حد جاكم هنا بالمدرسة؟ ما زارنا. أول زيارة لكم، زيارتكم الكريمة القناة المسؤولية. نشكرها لمواقفها الداعمة للناس وتوفير متطلباتها. هاي منطقة المأمون. المدرسة اللي احنا بيها. مدرسة الشهيد نافع داود. شلون هسه الحياة رجعت طبيعية؟ ايه الحمد لله الحياة الطبيعية راجعة وماكو شيء وان شاء الله. شو تطالبون حد استاذ هنا؟ شو محتاجين؟ والله محتاجين اول شيء ترجع الاهالي على المنطقة حتى نستقبل الطلاب ان شاء الله. وثاني شيء رواتب المعلمين قاعد تاخر، يعني احنا باشرنا من الشهر الثالث لحد الان. والحراس بالليل للمدارس لازم يحضرون الحراس، ما هسه ما المدرسة ما بيها حارس. يعني نص العالم هسه خارج الحي لانه شنو من المي. واحد يسمع بالاخ يقول له والله مي ما كنت، وين تروح؟ علي شو تروح؟ تروح على فين تحظك؟ لا والله ظل قاعد بالمخيم احسن لك. وهذا كلامي كل الجميع يسمعونه، صحيح كلامي؟ ماني متبالغ به. والله مطالب تفتح المدارس، يفتحون الطرق على السيارات تمشي تروح تيجي الحركه، يعني بلديه ماكو ابد اي جهد بلدي ماكو لا بالمامون ولا بالصمود. طالب يعني المحافظ يجي يشوف الوضعيه مالنا، يعني ما كلات بلديه كل شيء ماكو ابد. يعني هذا الجيل يعني ما لنا راح، صار لنا 3 سنين ما داومنا. استقبلكم راح؟ والله طالب انه امر يفتحون المدارس شويه، المعلمين موجودين. معلمين موجودين بس ماكو امر يعني يفتحون المدارس. طالب ترجع المدارس، نعود على مستقبلنا، صار لنا 3 سنين ما داومنا. بارك الله بك استاذ.
طلعها كامل حبيبي. حي المامون. هاي رجعت الحياة الطبيعية إن شاء الله؟ حياة طبيعية نفس ما كان. شلون هنا الإقبال عليك؟ يجون يزينون الناس؟ زين الحمد لله. الأسعار شلون؟ والله زينة. محتاجين المي أول فال والمدارس والمولدات. أهل المولدات نقول لهم يقولون إلا غاز. لازم الحكومة ما منطيت. الحكومة بعد ما منطيت. الوضع الأمن شلون؟ والله الحمد لله زين. أسد جاهزين؟ إيه. حررنا صار شهرين والحياة طبيعية وقوات الأمنية موجودة وما عندنا أي شيء، بس عندنا يعني أبو المولدة يعني إذا يدعمونا بغاز يعني سمعك وتعرفون لا وطني لا شيء ومي قليل.